عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شهوات سليمة. اليوم كيف كتشوفوا عندنا معسلة رمضانية اللي هي السبولة. هاد السبولة بمذاق الشباكية، ان شاء الله غادي تكتشفوها معايا وغادي تعجبكم ان شاء الله كيف كتعجبني انا، ومعتمدها السنين هادي كتعجبني. نوريكم كيفاش كتكون عن قرب. هي هادي، اقسم معاكم شي وحيدة، شوفوا كيفاش كتجي معلكه وشاربه العسل. هذا العسل اللي صايبنا مع بعضياتنا. ندوزو نشوفو المكونات والطريقه باش غنخدمو هاد المعسله. نبداو على بركه الله نشوفو المقادير ديال هاد المعسله او السبوله. غنحتاجو ليها كيلو ديال الدقيق الفورس، يكون مغربل ويكون ماركه مزيانه نوعيه جيده. غنحتاجو جوج معالق ديال الزنجلان اللي غير كان نغسلوه وكنقيوه بطبيعه الحال، وكنديروه في الفران غير سخن، ماشي تقلى ويتحمر بحال اللي غنديروه في السفوف، غير سخن باش كيكمل الطياب ديالو في المعسله وكيبقى محافظ على النكهه ديالو زوينه. وعندي جوج معالق هنا ديال اللوز، يعني مسوح ومطحون بقشرته، ما محمر ما مقلي. عندي ربعه ديال الزبده، المارغرين يعني ماشي زبده حيوانيه، المارغرين. وغنوريكم النوعيه اللي كندير، هذه هي اللي كندير. هنا عندي نص كاس ديال ماء زهر، وكنكمل بالماء وكندير فيه واحد يعني شويه ديال الزعفران الحر كنخليه يطلق فيه. هنا معلقه ديال الخل، انا راه دايره ليهم باش يبقاو فيهم الريحه بيد ما نوجد هاد، دايره ليهم السلوفان. عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره، هنا دائما منين غادي نديرو شي حاجه كتقلى يعني كنطحنوها مع شويه ديال الملح ماشي مع السكر، غادي نطحنها مع شويه ديال الملحه. ندوز لاول مرحله، غادي نمشي ندوب الزبده ديالي وغادي ندق واحد شويه ديال المسكه الحره مع شويه ديال الملحه ونطلقها. نبداو نصبقوا النواشف هما الاولين، اللي هي كنا جوج معالق ديال اللوز، انا غندي ضروري نغربلوهم باش ما يوحلوش لينا في الماكينه اللي غادي نخدمو بها. الاله ديال التوريق غادي نغربلو، وهاد الحبيبات اللي كيبقاو نزيد عليهم عاود هنايا واحد جوج معالق ديال الزنجلان. هاد شويه اللي كيبقى ما نلوحوش ما نضيعوش. هنا راه بقى لي داك اللي شاطلي من فاش غربلت النافع، ها هو حطيته هنا غنضيف عليه. الا درنا شي بلبوله ولا درنا شي بحال هكا شي حسوه بالحليب نضيفوا ليهم هاد الشيء اللي كيبقى. ندير واحد المعلقه هنا كبيره، معلقه كبيره ديال النافع. عندي النافع مغربل، كنا معلقه صغيره ديال القرفه، هي هذه حتى هي راه عندي مغربله. مسكه حره انا دقيتها مع الشيب، نخلطو بسم الله هاد النواشف مع بعضياتهم. انا يمكن ما غاديش تسعني هاد القصيريه اللي درت صغيره. ما ننساش راه كاينه واحد القبيصه ديال الملحه مع المسكه حره. نجي باش نضيف الزبده،
راه عندي مذوبه الزبده ديالي، ها هي دابت غادي نديرها. بسم الله وما نقولش لكم بان هاد المعسله رغم البساطه ديال المكونات اللي فيها ولا هاد السبوله كتجي لذيذه 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 بزاف وكانها مقومه، ومره مره نبدلو علاش لا نبدلو. كنقولو ما غاديش نقول لك راها في بلاصه الشباكيه، الشباكيه ما كتجي في بلاصتها حتى حاجه بصراحه الله، ولكن ما فيها باس نديرو ننوعو ان شاء الله في المائده الرمضانيه. بصراحه كتستحق تجربه، ان شاء الله غادي نجربوها وغادي نعتمدوها. كيف كنشكر في شي حوايج، هنايا عندي الخل هذه معلقه، وهنايا هذا ماء الزهر مع الماء، لا بغيتو تصفيه ولا ما صفيتوش ماشي مشكل. واحد الحاجه غادي ناكد عليها، وان العجينه ديالها خصها تكون شويه قاصحه، الا خصني الماء غادي نزيد ما فيهاش الخميره، يعني راني ماشي ناسيها انها ما فيهاش الخميره. انا غادي ناخذ وقتي غير نجمعها في النص ونوريكم فين وصلت كيفاش. غادي نزيد شويه ديال الماء باش تبقى قاصحه. بعد ما كندلك العجينه ديالي مزيان وكنعطيوها الخاطر لانها خاصها تكون قاصحه كيف قلت، والخصوص هذا النهار الحال بارد يعني المارغرين شويه كتعذب. اللي بغى يديرها في العجانه يديرها، ولكن ما يديرهاش من اول مرحله حتى يضيف الماء القياس اللي خاصها تكون قاصحه. للاشاره انا خدات لي داك الكاس اللي درت فيه ماء الزهر وزدت عليه كاس ونص اخر، يعني كل واحد وغادي يشوف القياس ديالو. شوفوا العجينه كيفاش، يعني واخا قاصحه راها يعني طايعه كيف تنقولوا. دابا غنجيبها غادي نقسمها على جوج، وغادي نديرها في غطاء هذا في بلاستيك غذائي باش تزيد تعاوني ترطب. نخليها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه حتى ترطب مزيان، ونوجد الاله ديال الطريق اللي غادي نخدم فيها، نحطها حدايا ونتلاقاو. بعد ما قسمت الكرات على جوج وخليتهم كيرتاحوا، نرتاحوا واحد شويه عاود رجعت وقسمتهم قريصات بحال كيف كنديروا الشباكيه قريصات وخليتهم يرتاحوا. غنجيبوا القرصه الاولى، انا راني بديت صايبتهم كنشد الاولى كنطلقوها بالمدلك بحال هكا. انا غادي نورقها مزيان ما كنبغيش نضغط بزاف على الطاوله اللي كنخدم عليها. المهم راها كترتاح وكتجي سهله. هاد العمليه غير باش كتعاوننا في التراق، وكنقولوا كتجي مجعبه هاد السبوله ولا هاد المعسله كتجي مجعبه. غير يكون معكم العوين ان شاء الله وتخدموها. المهم رقوها شويه كبر من هكايا، ديروا ليها هكا وهكا، وغادي نديروها مع هاني مع خوتها ترتاح. غادي نجي لاول وحده بديت بها اللي هي هي ارتاحت. دائما غطاء بلاستيكي، غنجي لاول وحده وغادي نطلقها شويه على هذا الشكل. ها هي رطبه غنجيب واحد السكين باش تكون الخدمه منظمه وصافي ماشي بالضروري. غادي نقطعها وغنجيبو اول واحد راني غادي نطلقو، نخشيه عاود بلاستيك يعني ما نخليوش العجينه نهائيا تجف بالبرد. هذاك مستطيل او المربع راني يعني خديت عاونته شويه بالمدلك
وغنجيو الوراقه عرفت واش كتبان اولا، وماشي ضروريه يعني الا ما كانتش ما غنخدموهاش، غير كتعاوننا. انا ما نديرهاش في الجهه الرقيقه بحال غنديروا الكعبه، غير تعاونني واحد شويه على انني نطلقها، ماشي رقيقه بزاف يعني بحال الورقه، وفي نفس الوقت راه ماشي غليظه. انا غنوريكم السمك الى غادي يبان لي، يعني راه رقيقه. نزيدها واحد شويه، هاد العرض ديال العجينه هو اللي غيحدد لنا الحجم ديال المعسله واش كبيره او صغيره. غنجيب الجراره، حيدو هاد الجناب، ولا بغينا نضبطو العبار او الحساب كيف تيقولوا اللي عليه حاسبنا، غنجيبو بحال هكايا هذا وغنمشيو به. قدرنا نديروها غير عادي، راه ماشي بالضروره، هذا راه غير باش نوضح باش نعاون. هنا هنايا هذه فكره، هاد المعسله كتجي ساهله بصراحه الله، يعني لا تعاوننا فيها راه كتجي مزيانه. دابا غنجي لهنا وغنحيد هاد الجوانب، غنجيو لهاد الوسط ديال المستطيل وغنديرو واحد الشرطه في الوسط، ما كنوصلوش للراس بحال هكا. العجينه كتكون ماشي غير زوينه، زوينه العجينه في الخدمه كنحلوهم. المهم انا نوريكم، كنحلوهم بهذه الطريقه هذه حتى كنساليوهم. المهم انا غادي نوريكم هادو اللي قدامي اللي محلولين، غنجيبو واحد كنحطوه في ندير فوق منه الاخر، نديرو ثلاثه، غنجيبو هذا عاود هنا ندير فوق منه الثاني، ونجي فوق منه الثالث. دابا غادي نحل ليهم هاد هكا ونخشي هذا هنايا وكنجبدو سهل. شوف كنتمنى تكون باينه، ها هي نعاود وحده اخرى، ها هي كنحلها، كنجيب هذه هنا الوسط، ها هي. ان شاء الله غادي تعجبكم، وخصوصا خصوصا هاد المعسله اللي زوين فيها واللي كيعجبني هو انها ملي نخدموها واخا تبات حتى لغد ليه عاد كنقليوها وكنطيبوها. ها هي الثالثه، ساهله في الخدمه، انا حيت كنخدمها وانا هزه يديه اش كتبان. ها هي شوفوا معايا، حاولت هنايا نقرب التصوير اكثر باش تشوفوها واضحه، وكنتقل نشوفو هاتو. نحاولوا الوسط نضربو هاد التقطيعه في الوسط، كنحلو كل وحده
فوق الثانيه. ونحطه فوق الثالثه. غادي نجيبوهم بحال هكا، نحاولوا نجبدوها شويه ونحلوا هاد الفتحه وندخلوا فيها هادي. نزيدو هادي في القلي فاش كنديروهم يتقلاو، يعني هاد الطبقات كتحل. نوريكم انا هادو اللي صايبت شحال اللي خدمت. ما كيبانوش كاملين. بعد ما ساليت يعني المعسله او السبوله ديالي كامله بتشباك، سميت تشباك، خليتها باتت ليله كامله. علاش؟ لانني انا ساليتهم حتى العشيه. نتوما الا خدمتوهم شويه بكري يجلسوا واحد خمسة السوايع ولا ستة، ولا بيتوهم ماشي مشكل، لانهم كل ما باتوا اقصاحوا شوف كيفاش كيجيو مزيانين. هادي هو الزوين في هاد، شوفوا هاد الصغيورين في هاد المعسله، شوفوا هاد الصغيورين شحال تيجيو زوينين. وحتى الفيتاج ديال هاد المعسله ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. شوف نتمنى يكون باين هكا، شوفوا هاد التورق ديالها وهاد الفيتاج كي كيجي. انا صايبت هاد الطاوة وهادو، وباقي لي واحد شويه، يعني راه كتخرج الخير والبركه. وان شاء الله المذاق كيف كنقول غنخليكم نتوما تكتشفوه، وغتبقى عندكم معتمده على طول السنه ان شاء الله بمذاق الشباكيه. ولو ان الشباكيه بلاصتها بوحديتها، ولكن حتى هادو والشباكيه ان شاء الله الى كتاب وطوال لينا العمر غادي تجربوها معايا الى قبلتوا عليا. درت هاد الوحيده فكرتني الشباكيه، ويقول لي راسي صايب واحد الوحيده جربتها من نفس العجين، وقلت غادي نجربها بها. الا بغيتوا طريقتي في الشباكيه اللي ما عمرها شبكات غادي تشبك مع سليمه هذا العام ان شاء الله. ندوزو نقليو. انا درت الزيت ديالي كتسخن، سخنات ضروري ما كنجربوا شي وحيده باش كنرميوها نشوفوا الزيت واش سخنات. دابا غنبداو نرميو المعسلات ديالنا. بسم الله. عافية ونفسطة، شوفوا تبارك الله. دائما ديروا شي حاجة غرقة، انا عندي المقلة شوية واسعة بها. شوفوا تبارك الله كيفاش كيتفرقوا، كيفاش كيتحل داك الفيتاج ديالهم. هذه الاولى غنقصها باش تعطيهم شوية ديال اتساع. شوفوا معايا الفريتاج ما شاء الله كيفاش كيكون. ونوريكم هنا كندير زيتها، انا كان هنا كندير جوج العسل، كندير على جوج بانيويات، ها الاول شفتوه وهذا الثاني. علاش؟ باش كتاخذ اي معسله درنا كتاخذ حقها في التعسال. هاد رميو هادي الاولى اللي درنا. هاد الطريقه هي اللي كتخلي المعسلات كيشربوا العسل مزيان. وغادي نطبقوها ان شاء الله. هذا هو العسل اللي صايبنا، ها هو غادي نطبقوها في الشباكيه الى كتاب ولا طوال لينا العمر. انا كنقلب فيهم، غنبقى نشكر فيهم ونقول لكم اروع معسلات. ها هي انا غادي نكملهم حتى كيطيبوا، مقطع ثلاث صغير لا والو.
هادي وغادي نديرهم يتعسلو. منين غادي يتعسلو منين غادي يتقلاو غنديرهم هنايا في العسل هنا كيف شفتو، وهاد البانيو الثاني غندير فيه القليه الثانيه، ماشي غنهزهم من هنا ونديرهم هنايا، ماشي غنهزهم من هاد الاولى ونديرهم في الثانيه، لا هادي غادي نخليها فيها، والقليه الثانيه هي اللي غندير في العسل الثاني. كنتمنى تكوني فهمتوني، لان يعني راني شاده بيد وكان هاهم. شوفوا معايا كيفاش كيجي اللون ديالهم باش كياخذوا وقتهم في العسل، ما كنزربوش عليهم، ماشي كنحطوها في العسل وغير كتقلى دغيا. هذه خاصنا نخويو ليها البلاصه. ها دابا بهذه الطريقه غتكونوا فهمتوني. دابا غادي نحسوها ها هما خداو اللون زوين. ندير بهذه الطريقه باش كنسقطرهم. والله بغيت نهز بزاف ساعه كدير هذه الطريقه باش كنسقطرهم. نهز الكميه الاخرى ونقطرها مزيان من الزيت. ها انتم شوفوا معايا وما نقيسوش. سمعتوا كيفاش كيشربوا العسل؟ دابا هاد الكميه نهز العسل ونديرها عليها ونبدا نقلي في القليه الثانيه، وما نديرهاش هنايا نديرها في البانيو الثاني. غادي نسالي ونوريكم الشكل النهائي منين غادي نتسقطرو من العسل ان شاء الله. الشكل النهائي ديال السبوله هو هذا. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي اعجاب وتعليق، ولا كان محتوى القناه تستاهل بارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. خليت لكم الراحه، في امان الله.